بالأمس كان اليوم العالمي لمتلازمة داون. المصابون بالمتلازمة في سوريا عامة وشمال غرب سوريا بشكل خاص يعيشون أوضاعا استثنائية صعبة للغاية في ظل غياب الإحصائيات الدقيقة للمصابين. التفاصيل نناقشها بعد هذا التقرير. مختلفون ولكنهم سعداء، لديهم عالمهم الخاص الذي لا يخرجون عن حدوده ويعيشون فيه بسعادة. هذا ما أكدته الدراسات حول الأشخاص المصابين بمتلازمة داون، والذين يحتفي بهم العديد من الهيئات والمؤسسات الإنسانية في 21 من آذار في كل عام. ويعاني المصابون بالمتلازمة في سوريا عامة وإدلب بشكل خاص من ظروف صعبة ومعقدة للغاية، فالتأثير الرهيب الذي خلفته الحرب على المصابين بسبب النزوح والعزلة ونقص الموارد والتوقف عن التعليم جعل حالتهم تسوء أكثر، حيث لم تتح لبعض الأطفال فرصة تعلم الأساسيات مثل المشي وإطعام أنفسهم أو حتى التحدث. أما من يتكلم منهم فكان حديثه يتلخص ببضع كلمات: قصف وذكريات أليمة، وراء تفشنا وطيارة فكانة وجماد وشاشات على بيتي، هذا كله عاشنا خيمة هنا، عمتي وفاطمة وعيتي. بعيدا عن سوداوية المشهد، بالفرح عاش الأطفال هذا اليوم في مدينتي عفرين وأعزاز بريف حلب برفقة متطوعين سوريين وأتراك من خلال أنشطة وفعاليات خاصة بالمصابين بمتلازمة داون، بصحبة عوائلهم وتأكيدا منهم أن المصابين بالمرض قد يتفوقون بذكائهم على أقرانهم من الأطفال. غياب الإحصائيات الدقيقة شمال غرب سوريا بسبب فوضى الحرب والنزوح الذي تسبب به النظام أدى إلى غياب الرعاية الطبية ونقص عدد المراكز المؤهلة للعلاج، ناهيك عن إخفاء الأهالي إصابة أطفالهم خوفا من التبعات الاجتماعية، الأمر الذي يقلل من فرص التشخيص المبكر لحالات الإصابة وتوفير العلاج المناسب لهم. للحديث أكثر عن متلازمة داون معنا في الاستوديو الدكتورة نسيبة جلال، استشارية تربوية نفسية ومديرة قسم الدعم النفسي في أكاديمية العثمان إسطنبول. أهلا بك دكتورة. وأيضا إبراهيم سويد مراسلنا في ريف إدلب، أهلا بك إبراهيم. حسب تعريف متلازمة داون أنه هي مجموعة من الصفات الجسدية والنفسية الناتجة عن مشكلة في الجينات. أغلب المشاهدين بيعرفوا المشكلة أو بيعرفوا الصفات الجسدية، ولكن ماذا عن النفسية؟ نعم، غالبا يعني متلازمة داون من الجانب النفسي هو طبعا مستوى من الأداء الوظيفي العقلي يقل عن الطبيعي بانحرافين معيارين في الجانب الذكائي، ويصاحب ذلك انخفاض في السلوك التكيفي للمتلازمة. بمعنى نفس متلازمة داون هناك درجات لها، بعض متلازمة داون تكون بسيطة، الأكثر منها يكون متوسطة، وأيضا هناك الشديدة. لكن هؤلاء الأطفال يعني عندما يولدوا يكونوا على درجة عالية من حب التفاعل مع الأشخاص الآخرين، لذلك البدء بتأهيل هؤلاء الأطفال بسنوات العمر المبكرة بالذات. يعني نحن الآن التدخل المبكر يتضمن 8 سنوات الأولى من العمر، يعمل على تطوير مهاراتهم بشكل كبير جدا. فنستطيع في مجال التربية الخاصة نقل الطفل من درجة المتوسطة إلى قريب البسيطة، وأيضا البسيطة إلى قريبنا العادية. أنا لدي عدد من الحالات داون مندمجين في المدارس ومتفاعلين مع الأطفال بشكل جيد، خاصة في السنوات الأولى، يعني صف الروضة والصف الأول والثاني بتكون الفجوة بينهم بين الأطفال الآخرين من الجانب المعرفي طبعا بسيطة جدا. فبالتالي نحن نركز على الجانب النفسي والجانب التفاعل، وهؤلاء الأطفال يحبوا التفاعل مع الأشخاص الآخرين عموما. نعم، هم أصلا متلازمة الفرح، فبيحبوا النشاطات، بيحبوا الأشخاص الآخرين، آخرين بيستجيبوا للتعليمات بشكل كبير جدا، يحبوا يعني إثبات ذاتهم بتطوير مهاراتهم بدرجة كبيرة جدا. هذا في حال مثل ما ذكرتي كان في احتضان ورعاية. نعم، دائمة. دعينا ننتقل لأيضا مراسلنا إبراهيم. إبراهيم، أنت اليوم في ريف إدلب، هل هناك أي إحصائيات أو أرقام عن عدد المصابين بهذه المتلازمة وكيف هي حياتهم؟
نعم، بداية مساء الخير لكم ولمشاهدي تلفزيون سوريا ولضيوفك. طبعا بالنسبة للإحصائيات الدقيقة حاولنا التواصل مع منسقو الاستجابة ومع المنظمات التي تهتم حقيقة بهذه الفئة من الأطفال، لكن حقيقة لا يوجد إحصائية دقيقة هنا في منطقة إدلب حول الأعداد طبعا هذه الفئة من الأطفال. لكن بالنسبة للأوضاع المعيشية هذه الفئة بحسب ما يعني ما تابعنا أوضاع هنا بحسب المنظمات وبحسب المعنيين، هذه الفئة هي مهمشة حقيقة في الداخل السوري وخاصة في منطقة إدلب نتيجة الأوضاع الإنسانية الصعبة ونتيجة حملات التهجير والقصف في الفترة الأخيرة، خاصة أن المراكز التي تهتم بهذه الفئة من الأطفال هي معدودة هنا في منطقة شمال وشمال غرب سوريا وخاصة في منطقة إدلب. الرعاية التي تقدم إلى هذه الفئة ضعيفة جدا، دائما ما تكون هذه الرعاية هي عبارة عن مبادرات فردية من قبل يعني بعض المنظمات هنا في الداخل السوري، وأغلب المبادرات تكون يعني عن طريق منظمات محلية تعمل هنا في الداخل السوري، خاصة فئة المخيمات التي غابت بشكل كامل عنها الرعاية الطبية طبعا لهذه الفئة من الأطفال، لأن هناك الكثير من الأطفال حيث كنا يعني نعد التقارير ونتواجد في المخيمات، كانت هناك فئة من هذه الأطفال بشكل كبير تتواجد في منطقة المخيمات لكن تغيب عنها بشكل كامل الرعاية الطبية وحتى الرعاية يعني التقديم الدعم المعنوي لهؤلاء الأطفال بشكل كامل قد غابت في هذه المنطقة. طبعا ظروف المعيشية هنا وخاصة في الفترة الأخيرة رح نحكي عن هذا الموضوع إبراهيم. دكتورة نسيبة، يعني كما ذكر مراسلنا خدمات بسيطة كثير تقدم لهؤلاء الأطفال، ماذا ينقصهم برأيك؟ ماذا يجب أن يقدم لهم؟ وإذا حبيت تسألي لإبراهيم حول نوع الخدمات التي تقدم لهم. نعم، هي نوع الخدمات التي تقدم لهم يعني معروف عالميا تأهيل من جميع الجوانب، يعني هؤلاء الأشخاص بحاجة إلى تأهيل طبي ونفسي واجتماعي ومعرفي حتى. فللأسف بالفعل في يعني المخيمات يفتقرون إلى جميع هذه الخدمات التأهيلية، فبالتالي في هذه الحالة نحن نلجأ إلى الأهل. يعني بمعنى البرامج التوعوية المقدمة للأهل لها دور كبير جدا في تطوير حتى لو حدا من الأهل مش دارس هذا الموضوع. نعم، بيقدر صحيح بيقدر طبعاً يساعد. طبعا طبعا الإسعافات النفسية الأولية نحن الآن نلجأ إلى الأهل. هؤلاء الأطفال قادرين على تطوير مهاراتهم بشكل كبير جدا إذا تم توجيه الأهل بشكل صحيح. بمعنى نحن نركز على المهارات الاستقلالية، كيف يأكل الطفل بطريقة صحيحة، كيف يلبس ملابسه خاصة بالعمر الصغير، كيف يذهب ليغسل يديه مثلا، هي مهارات بسيطة الأطفال العاديين يتعلمونها بشكل مباشر. هؤلاء الأطفال الأطفال العاديين يتعلموها بشكل غير مباشر، ربما من ملاحظة أصدقائهم يتعلمونها، لكن الأطفال الذين لديهم مشكلات معينة بحاجة إلى تعليم مباشر وفردي. عندما تعلم الأم كيفية تعليم أبنائها ممكن أن تتطور حالة الطفل بشكل كبير جدا. كيف يعني ممكن تتعلم الأم؟ نعم، الآن نحن نلجأ إلى البرامج التوعوية، يعني حتى الدعم النفسي، خدمات الدعم النفسي الآن المتوفرة في الشمال السوري هي على جانبين، الجانب الأول هو تأمين بيئة آمنة لتطوير مهارات الأطفال جميعا بشكل عام، ولكن أيضا طبعا الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وحتى دوم موجودين مع الأطفال العاديين فهي تستهدفهم أيضا، لكن أيضا في لها جانب آخر وهو جانب توعية الأهل بكيفية التعامل مع المشكلات المختلفة ومن ضمنها مشكلة الأطفال داون. تبع على اليوتيوب ممكن يلاقوا فيديوهات تعلمهم كثير جدا كثيرة جدا. يعني أنا حقيقة أعمل بالإرشاد النفسي، تأتيني الأم ولديها معلومات كم هائل، يعني معظم الأهالي الإنترنت الإنترنت يعني الآن المعرفة موجودة ومنتشرة وتستطيع كل أم إنها تتابع، يعني بس تكتب كلمة كيف أعمل على التطبيق. خليني أسأل إبراهيم حول هذا الموضوع. إبراهيم، يعني من لقائك لأهالي هؤلاء الأطفال حسيت في معرفة ووعي بشو لازم يعملوا مع أبنائهم، كيف لازم يدربوهم يعلموهم كما قالت الدكتورة نسيبة؟ نعم، يعني بالفعل منذ فترة قليلة كنا نعد أحد التقارير في منطقة الدانة، وتحديدا التقينا بأحد يعني والدة أحد الأطفال طبعا المصاب بمتلازمة داون. طبعا كانت يعني حقيقة تجد صعوبة جدا في التعامل مع طفلها خاصة في المنزل، هناك دائما حالة من العصبية يشهد هذا الطفل. طبعا تحدثت لنا عن مشاكل كبيرة، حاولت هذه الأم حقيقة الذهاب إلى أحد المراكز التي ربما تهتم في موضوع هذا الطفل في منطقة
قد أدانا، لكن هناك صعوبات كثيرة كانت تواجهها حقيقة في التعامل مع هذا الطفل، إضافة إلى أن التكاليف التي بدأت يعني طبعا بصرفها على هذا الطفل في الذهاب والإياب إلى هذه المراكز المراكز التي تهتم بهذا الطفل. حقيقة عندما تحدثنا إليها هناك الكثير بمثل هذه الحالات، يعني صعبة جدا التعامل مع الأطفال هناك في منطقة هنا الشمال وشمال غرب سوريا نتيجة الأوضاع هنا ونتيجة ربما يعني قلة الوعي أو الدعم المعنوي المقدم لهذه العوائل بكيفية التعامل مع هذه الفئة من الأطفال، خاصة يعني في الفترة الأخيرة التي شهدت أوضاع النزوح والحرب هنا في منطقة شمال غرب سوريا، ما أدى إلى تهميش هذه الفئة بشكل كبير جدا يعني من قبل الأهالي. حتى للأسف يعني الخدمات الرئيسية غير موجودة، فما بالك بالخدمات التخصصية. ابقى معنا مراسلنا، دعونا نشاهد هذه المادة التي تتضمن معلومات عن هذه المتلازمة التي يحتفي أيضا فيها العالم والأمم المتحدة التي حددت منها منذ عام 2012. نتابعها ونعود. نعود إليك دكتورة نسيبة بعد هذه المعلومات، وأنت لديك تجربة شخصية مع هذه المتلازمة، حدثينا عنها. يعني هي متلازمة الفرح مثل ما منقول، وأنا لما أنجبت ابنتي الكبيرة اسمها غدير كنت صغيرة يعني عمري 17 سنة، فبالتالي هي كانت أول طفل إلي وكانت فرحة بالنسبة إلنا كلنا. بالبداية عرفت أنه في اختلاف يعني عند غدير، لكن حقيقة ما حبيت أني أقول لأهلي حتى أنه في اختلاف. يعني كان عندنا نحن الأمل مثل ما بنحكي أنه ممكن يكون هذا كلامه الصحيح، يعني ممكن يكون نحن بقولنا اجروا تحاليل وهيك، قلنا خلينا نجري تحاليل بركي يطلع الأمر مش صحيح. يعني مثل كل الأهالي الآن بيجوا لعندي بيقولوا لسه في أمل أنه ممكن يكون الطفل، يعني خاصة بالسنوات الأولى من عمره. فحقيقة بعمر 5 شهور تأكد الموضوع بعد التحليل الجيني، بيّن أنه غدير عندها متلازمة داون. بعد هاي الفترة بديت أنا أبحث أنه شو بدنا نعمل، شو بدنا يعني كيف نعمل على تطوير مهاراتها. في البداية هي كانت طفلة جميلة جدا، وأيضا يعني بتحب الكل، وتطوير مهاراتها كان أيضا سهل ما كان صعب يعني. لكن أنا الشيء اللي عملته هو كان صح أني ألحقتها بخدمات التربية الخاصة في عمر مبكر، هذا خلاني أيضا أنا أتفرغ لأخوتها الباقين وأيضا أتفرغ لدراستي. كنت لسه لما جبت غدير لسه ما كنت أخذت التوجيهي، بعد ما جبت غدير أخذت التوجيهي، فبعدين لما حطيتها في مراكز التربية الخاصة رحت أنا كملت دراستي. حقيقة لما بيكون للإنسان في عنده هدف بالحياة، نحن حتى من الجانب النفسي الآن أنا أشتغل بالإرشاد النفسي، لما بتكون الأم عندها هدف في الحياة تسعى لتحقيقه بتخوف كثير الألم الموجود عندها. حقيقة يعني هذا الطفل قد ما من كان بيسبب ألم معين يعني للأسرة ككل، لكن الآن لما اتجهت أنا لتطوير ذاتي وخاصة اخترت الجانب النفسي في بهذا المجال، استطعت أكثر أن أساعد في مجال ابنتي، استطعت أن أساعد أيضا في مجال أطفالي الباقين. يعني بمعنى كنت تحدثتي لنا تحت الهواء عن قصص لنساء وأمهات لديهم مصابين، تكلمي
لنا عن هذه التجربة. طيب الآن بما أني أنا بشتغل بالإرشاد النفسي وخاصة في مجال الأطفال اللي عندهم مشكلات نفسية أو يعني عقلية معينة، الكثير من الحالات الآن في اسطنبول الآن ما شفتها، سواء في اسطنبول حتى عندي حالات في دول أخرى بيتابعوا معي مع أبنائهم، عندي بالسعودية، عندي بالإمارات، يعني بأكثر من مناطق بالداخل، تركيا أيضا، عندي ببورصة، بيلوى. الإرشاد بيتم على مراحل، يعني بمعنى عندما نأخذ الحالة نحن وخاصة للأطفال الأصغر سنا نكون نمشي مع الأهل في الغالب بالهدف تطوير مهارات الأطفال. بعض الأمهات حقيقة جبارات، يعني بتكون بذلت جهد جدا كبير مع الطفل في تطوير مهاراته، هي بحاجة فقط للتطمين إني أنا أقلها والله أنت عم تمشي صحيح. فالمقياس النفسي اللي عندنا، يعني أي أم شو هو بقى نفس المهارات اللي بتقنها الطفل العادي لابد أنه يتقنها هذا الطفل. قد يتقن الطفل العادي المهارات مثلا بمعينة بعمر سنتين، الطفل اللي عنده مشكلات مثل داون مثلا يتقنها بعمر 3 سنين، لكن في الأخير بتقنها، يعني بيأكل لحاله، بيذهب للحمام لوحده، بيلبس ملابسه لوحده، لكن مع الصبر. يعني نحن بحاجة أنه نوصي الأهل بالصبر. الأم أحيانا بيكون عندها أكثر من طفل، فهي تستطيع التعامل مع الطفل العادي. ليش؟ لأن الجد العمة بتقلها، فهي بتظن أنه هذا الطفل مختلف. هذا الطفل ليس مختلف، ولكنه بحاجة لصبر أكثر، لتكرار أكثر، لتعزيز أكثر. بمعنى عندما يقوم بعمل صحيح نحن برافو، نثني عليه، أيوة نشجي عليه مثل الطفل العادي، لكن يبقى بحاجة لتعزيز أكثر حتى يطور مهاراته. طيب ذكر التقرير بالبداية أن يعني من يعاني من متلازمة داون لديهم عالمهم الخاص، ما هو هذا العالم؟ عالمهم الخاص إذا سمحتي لهم بالانسحاب حقيقة عن المجتمع، لكن نحن الآن بالجانب العلمي نركز دائما على دمجهم في المجتمع. في الدول البرة الآن متلازمة داون بتشوفيها بالمؤسسات، بالسوبر ماركات، لهم عملهم الخاص إذن ولهم أيضا يعني استقلاليتهم. فنحن نؤكد دائما على دمجهم في المجتمع، كلما استطعنا تطوير مهاراتهم وزيادة ثقتهم بأنفسهم أن نعمل على تطوير مهاراتهم ودمجهم في المجتمع. يعني ضمن هذه المهارات اللي نطورها هي مهارات التمكين الاجتماعي. صحيح. نعم. للأسف هناك بعض الأهالي يخفون أولادهم المصابين، ما رسالتك لهم؟ للأسف هذا يؤخر الطفل عن التقدم يعني أو تطوير مهاراته، لأن نحن في المقياس النفسي عندنا مجالات معينة، في مجال النفسي، في مجال الاجتماعي. عندما حتى لو حاولوا الأهل تطوير مهارات المعرفية للطفل وإغفال المهارات الاجتماعية، في الأخير هذا الطفل باقي معك طوال الحياة. عندما المؤسسة سوف تأخذه، مؤسسات التأهيل أو حتى المدارس، بعض الأطفال في المدارس يأخذوهم لعمر معين، بعد هيك هم سيكونوا معك في البيت، في المنزل، مرافقين لك. إذا تم تطوير مهاراتهم بشكل سليم تصبح حياة الأهل أو الأسرة ككل حياة، نوعية حياة، نحن نتحدث الآن عن نوعية حياة، نوعية حياة جيدة. إذا تم يعني تهميش هذه الفئة وتجاهلها وعدم إخراجها للتفاعل بشكل سليم مع المجتمع سيؤثر على جميع أفراد الأسرة بلا استثناء. ما ذنبه يعني؟ وكأنه عقوب الموضوع للأسف، يعني نعم. نحن نفخر بالأخير، لابد أن تفخري بطفلك بكيفية تطوير مهاراته. عندما تتطور مهارات الطفل إلى درجة كبيرة هو سيصبح مصدر فخر بالنسبة للأهل. صحيح. للأهل. طيب. إبراهيم، يعني بعد كل هذا الكلام أكيد نحن حزينين أنه بنفتح هيك موضوع ونعرف قديش في ناس اليوم محتاجة لهذا الدعم وهذا التركيز الخاص. هل هناك أي تعاون بين الأهل والمنظمات؟ يعني هل هناك بعض الأهل يطلبون رعاية إضافية، يطلبون دورات لهم لتأهيلهم للتعامل مع هؤلاء الأطفال أم ماذا؟ نعم بالفعل، ربما ساتطرق بالحديث عن موضوع دور المنظمات هنا وعن تعامل الأهالي. طبعا حاولنا التواصل يعني مع أكثر من منظمة هنا في الداخل السوري يعني تهتم بموضوع هذه الفئة من الأطفال. طبعا كانت ما يقارب حوالي 4 مراكز متواجدة في منطقة إدلب كلها. طبعا المركز الأول كان هو في منطقة أبدانة، يستوعب تقريبا حتى الآن 60 طفل، هناك 40 طفل الآن بحسب
هذا المركز ينتظرون مقاعد فقط أو سعة إضافية في هذا المركز لكي يتم إلحاقهم. طبعا بسبب نقص الدعم، السبب والأول هو نقص الدعم، عدم وجود طاقة استيعابية لهذا المركز وهو مركز الأمل المتواجد في منطقة الدانة. طبعا هناك الكثير من الأهالي تريد حقيقة إرسال أطفالها إلى هذه المراكز يعني المزيد من الاهتمام حقيقة في الفترة الأخيرة، وفي طبعا الرعاية الصحية التي تقدمها والرعاية المعنوية التي تقدمها هذه المراكز هي نوعا ما يعني جيدة هنا في منطقة طبعا إدلب. التعاون مع الأهالي يكون جيدا، لكن هناك ضعف في إمكانيات المراكز التي هنا يعني تهتم بهذه الفئة من الأطفال، خصوصا في منطقة إدلب، مركز وحيد في إدلب المدينة، مركز في منطقة الدانة، ومركز آخر مدعوم طبعا من منظمة Good Days. طبعا هو عدة فئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وفئة قليلة أيضا من متلازمة داون يتم دعمها في مدينة سرمدة. هذه المراكز كلها كانت تعمل في الفترة الأخيرة بجهود فردية بحتة خاصة، يعني لا يوجد هناك دعم دولي إلى هذه المراكز، ولا يوجد تمويل أيضا يمكن، ولا تمويل حتى. الجهود التي يتم العمل بها هي جهود فردية من قبل بعض المنظمات التي تعمل هنا، ويتم بشكل دوري إنشاء يعني نشاطات لهذه الفئة من الأطفال. وفي الفترة الأخيرة أيضا غطينا أحد النشاطات في منطقة الدانة، عمليات رسم وغيرها، وكانت هناك يعني تجاوب كبير من هذه الفئة من الأطفال في طبعا في ذلك المراكز. لكن أعيد وأكرر أن هذه الجهود دائما ما تكون فردية، ضعف الإمكانيات المقدمة لهذه الفئة طبعا من المراكز، حاجة دعم كبير أو دعم إضافي لهذه المراكز. دكتورة نسيبة، النطق يعني هناك مشكلة بالنطق عند صحيح. أغلب صحيح. المصابين بمتلازمة داون. إلى أي درجة مع التدريب يمكن أن يتحسن النطق لديهم؟ حسب درجة متلازمة داون، يعني الآن الدرجات البسيطة، طبعا متلازمة داون أغلبهم متوسطة، لكن الدرجات البسيطة يستطيعوا أن يصلوا إلى درجة يعني ممكن أقول قريبة قليل من العاديين، لكن تبقى لديهم مشكلات في الكلام واضحة. بينما المتوسطة نستطيع أيضا أن نطور مهارات الكلام لديها لدرجة كبيرة، بحيث تعبر عن حاجاتها ومشاعرها وتتحدث معك بحديث جيد، لكن نحن نتعرف أيضا على درجة الإعاقة من التطوير النطقي لدى هؤلاء الأطفال. فكلما كانت الدرجة أكثر يعني شدة، كلما كانت المشكلات الكلامية أكثر لدى هؤلاء الأطفال. لكن هذا الطفل مثله مثل الأطفال الآخرين، تعلم الكلام بالطريقة المباشرة، الكلمات عندما نتحدث معه. لذلك نحن نقول للأم تحدثي معه دائما بالتكرار، عندما يرغب بشيء مثلا شوكولا أو شيء حلوة هو قادر ويستجيب بشكل جيد، ولكن لا تتجاهلي هذا الطفل. الكثير من الأمهات يظن أن هذا الطفل يعني خلص يعني ما رح يطلع منه شيء صراحة، فيهمله هذا الطفل ويتوجه إلى الأطفال هم الآخرين، بينما الأطفال الآخرين يستطيعوا أن يطوروا مهاراتهم بأنفسهم فيما بعد. أما هذا الطفل إذا لم يتم التفاعل معه خاصة من قبل الأم فللأسف ما بيستطيع، خاصة بعد مراحل العمر. قبل الختام دكتورة، أيضا هناك مرحلة مهمة بالحياة وهي لجميع الأطفال، مرحلة البلوغ والمراهقة. هل تكون مع طفل المصاب بمتلازمة داون صعبة أم هي كما الطفل العادي؟ هو حقيقة أنا بقول لك هذا السؤال كان يعني كثير بيألمني وهو بنتي صغيرة، أنه كيف لما انتصل وكيف نعمل هذا الموضوع. لابد أن يعني يتم تطوير مهارات الأطفال قبل أن نصل إلى مرحلة البلوغ، وهو تعليم الطفل على النظافة. نحن في العلاج السلوكي حقيقة نستخدم معهم العلاج السلوكي. محتوى العلاج السلوكي هو عبارة عن تعليم عادات صحيحة للطفل. عندما يتم تعليم الطفل منذ الصغر يعني منذ مراحل مبكرة من عمره عادات صحيحة، يغسل يديه بشكل صحيح قبل الأكل بعد الأكل قبل يعني بعد الدخول على الحمام، كيفية تنظيف نفسه بشكل صحيح، هذه المهارات تساعدنا في مرحلة البلوغ. عندما تصل البنت بالذات إلى مرحلة البلوغ وهي أيضا محافظة على النظافة بشكل جيد فما بتواجه صعوبة. أنا حقيقة هذا السؤال كان كتير يعني بشكل هاجس إلي، لكن تفاجأت فيه أنه كان كتير سهل، فكانت جدا نظيفة. هذا يرجع طبعا للتعليم اللي أخذته، كلما تعلمت على النظافة مبكرا كان أفضل. شكرا لك دكتورة نسيبة جلال، استشارية تربوية ونفسية ومديرة قسم الدعم النفسي في أكاديمية العثمان في إسطنبول. وأيضا بدنا نشكر مراسلنا إبراهيم سويد من ريف إدلب، شكرا لكما. شاهدينا فاصل ونعود.